الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الشكر لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء طيب، أشكر أهلنا الكرام في هذه القرية الطيبة، قرية الفقرة، والاسم ده قد يكون عنده إيحاءات تانية، لكن هم في النهاية أهلنا، وأنا بالذات يعني فهم لي أخوال يعني في حساب النسب، ففيهم من صفات الكرم والحفاوة التي قابلونا بها أكثر مما قوبلنا به، فلهم الشكر الجزيل. فأقول كما قال القائل لجرير: هؤلاء أهلي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وخير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه سعد بن أبي وقاص الزهري وأمه من بني زهرة ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمه، فقال: هذا خالي فليريني امرؤ خاله. فلهم الشكر الجزيل على كريم حفاوتهم، وهم الذين فتحوا لنا دورهم وصدورهم، وهذا الأهم. ففتح الدور يسير، الكرم في قبائل السودان كلها راقد وموجود والحمد لله، لكن كون الناس تفتح صدورا إلى قبول كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المهم. ولهذا بدأ شيخنا الشيخ أحمد بالكلام النير الطيب من القرآن، وكلامه كان تفسير للقرآن، ما زاد علي ولا نقص، وهذا أعظم ما أمرنا به. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلو تدبر الناس هذا القرآن لخرجوا به من الظلمات إلى النور. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، مش للقيم، للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فمن هذا الباب أوصي بآية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. بالله بس اتأملوا الآية دي براها، سورة الروم: الله الذي خلقكم، خلقكم براو، وفي نفس الصورة: الله الذي خلقكم من ضعف، وبيقروها ضعف برضو يا شيخ مبارك مش كده، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء كل يسوي والله وهو العليم القدير. كويس، خلقك ضعيف. ربنا قال في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بالله في زول مرق بيعرف حاجة تمرق ما فاهم أي شيء أنت. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع. وشوف بدأ ربنا بالسمع في الأول، لأن السمع أعظم، ولأن السمع يبدأ أول. الطفل بيبدأ يسمع قبال ما يبصر، يشوف بعد فترة لكن بيسمع مين في بطن أمه. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
دي نعم من ربنا، ربنا بذكرنا بها عشان نحن نعبد وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ربنا قال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. ربنا أحسن صورتنا. شوف الإنسان قوام واقف عديل بينظر عديل، ما زي البهيمة بيمشي وشه لتحد. ربنا قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه، الحمار بيمشي مدنقر لتحد عينه على الواطة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. خلقكم ها، جعل لكم الأرض قرارا، قرارا مستقرة ما تتحرك بيكم، ما تميل، ما تبتلعكم. جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم له الملك. ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بنعمه. أول نعمة امتن بها علينا الخلق: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات. ربنا قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان ده آدم أول، ثم جعلناه نطفة، نقطة بتاعت موية، وده ما آدم دي ذريته. ثم جعلناه نطفة في قرار، ده الرحم تاع الأم، في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن مع الساجدين. ربنا خلقنا، دي النعمة الأولى. كي تدبر معي الأربعة دل، الثانية ثم رزقكم. الرزق ده سبحان الله يتقسم تقسيم عجيب. ربنا يقول: وما من دابة في الأرض، سورة هود، إلا على الله رزقها. ومو كده بس، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وآية بديعة جدا بتنبهنا لحاجة احنا بننتبه لها، راجع في سورة العنكبوت. ربنا قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. يلا انتبه للآية دي، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني ما بتدخره. نحن الليلة بنخاف على الرزق، كويس؟ نحن بنخاف على الرزق مع انه نحن بنلم ارزاقنا في البيوت وعندنا قروش خاتمنا في البنوك وفي البيوت في الخزن، والواحد بيقول لك انا امنت مستقبل اولادي، مو اولاده اما مستقبلهم. ربنا داير يذكرك ببهائم عايشه معاك وطيور طايره في السماء، كويس؟ ربنا قال: وكأي من دابة لا تحمل رزقها. العلامة السعدي قال: لا تدخروا، ما بتدسوا لبكرة. الليلة الطيرة بتطير من أوكارها، تمشي تلقط رزقها، ما بتدس لها حاجة لبكرة. بكرة بتمشي تفتش جديد والله بيرزقها ثاني، وبعد بكرة تفتش والله بيرزقها، كويس؟ قال: لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. عشان كده الناس الذين ضلوا في سبيل الرزق، في ناس فقدوا توحيدهم، أغلى ما عند المؤمن التوحيد، فقد توحيده بسبب شنو يا أخوانا؟ بسبب خوفه على الرزق. ربنا سبحانه وتعالى كويس تكفل برزقك، أنت خايف مالك؟ بخوفك شنو؟ بسبب الرزق الواحد يمشي للفكي ولا للشيخ
وهو ده دجال في النهاية، يكتب له حجاب بتاع ضمان رزق. والشيخ ذاته وقت كتبوا له شال قروش، الشيخ ذاته ده يلقط رزقه منك انت، شال قروش عشان يكتب لك ضمان للرزق. ده جهلي ولا ما جهلي يا اخواننا؟ ده قمة الجهل، خده يلقط رزقه منك ذاته. عشان كده المشركون الاوائل كانوا اخير من ناس كتار الليله. ربنا قالوا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، شوف لو سألتهم سؤال واضح، بينزل من السماء مويه منو؟ فأخرج به فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. ولو جيت سألت يا جماعة الليلة قاعدين هنا، الجماعة اللوائل ديلاك، بقول لك اللي بينزل المطرة، والمطرة دي بتجيب لنا الرزق، رزق من الله كويس، ده الله، ديل اللوائل زمان. الليلة لو سألت ناس وقلت لهم المطر اللي بتنزل في الحواشات حقاتكم ديل، في ناس كتار تسألهم بقول لك المطر لأنه دفعنا البياض للشيخ نزل المطر، دفعنا البياض للشيخ نزل المطر. وقول لك مزرعتين بينات انتقنت، بينات انتقنت المزرعتين دي تنزل فيها المطرة وديك ما تنزل فيها، لأنه ده دفع بياض وداك ما دفع البياض. ولو سألت الجماعة اللوائل ديلك قلت لهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وبعد كفار وأنجض من ناس الليلة، أنجض من ناس الليلة وبعد كفار. يا ناس الشيطان استفزانا بمسألة الأرزاق، عشان كده ربنا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. في الآية بتاعت النحل دي قال نحن نرزقكم وإياهم، ليه؟ لأنه دايرين يقتلون من إملاق، لما الإملاق حاصل حاصل عليهم هم وعلى أولادهم، ربنا بدأ بهم هم في الأول، قال نحن نرزقكم وإياهم. ولما كانوا هم ما مفلسين ما عندهم حاجة، لكن خايفين أولادهم يفلسوا بعدين، خايفين ساعة على أولادهم خشية إملاق، ربنا قال نحن نرزقهم وإياكم، لأنهم خايفين على أولادهم. يا أخي الله بيرزقك وبيرزق جناك بعدين، كلهم بيرزقهم. انت ما لك خايف يا اخي، ما لك خايف. ربنا قال ويعبدون، السبب موضوع الرزق، ويعبدون من دون الله في سورة النحل ما لا يملك لهم رزقا. شوف الكلام ده مؤكد كيف، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، ده بدل للتوكيد، ما شيء ما في ولا شيء. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ ربنا ضرب لك مثل باثنين، قال لك اثنين، واحد لك ما بيعرف اي شيء، لا بيخدم غرض ولا بجيب فايده، والثاني عنده مال كثير وبدي، قال لك ده الاثنين بيساووا. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير، ما نافع ما نافع، قدر ما يقبلوا على قبل الدنيا الأربعة بيجي صادي فاضي. قال لك هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ بيستوي يا أخوانا، عشان كده ما بيستوي أبوك الشيخ وربنا، ما بيستوي، ده كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. راقد أبوك الشيخ على صفحته، راقد ميت. ربنا قال أموات
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. راقدين في الواطة تجيت الشديد الواقف على كرعيك شديد تجيب قدامه أبو يا شيخ الديني أسأل المفترض يدي الثاني منه. الله بيسألك صبي وقوي ومانع وضيف لك قدام قبر وانت واقف بكرعيك تقول لا اديني ها اديك شنو ده بيدعو عليه وبس يا اخوانا ذول المادة ولا في حاجة تانية ذول الماترة قد ده تدعو الله يا الله ترحمه وتغفر له وتوسع له في داره تبدل أهلا خيرا من أهلي ودارا خيرا من داري ذول الماترة قد تاني ما في حاجة لكن تقول تنادي فيه أبو يا الشيخ وجع الظهر وهو ظهره وينه ما في ظهر ذاته يا ناس ظهر ذاته ما في نقعد إحنا ننادي في رمم وفي جيف ماتت وصارت ترابا ويتعلق بها ناس الليلة شكد ربنا سألك من الأشياء دي قال لك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم دي طبعا ذول بغالط فيها ما في يعني ولا شيوعي ذاته قد جبت لك واحد ملحد قلت له في موت انت مقتنع بيقول لك اي في جماعه فاتوا ودقسوا فاتوا وما جوا راجعين عندهم الموت دقس ذول الشيوعين ده البرنامجهم براو ونحن كان في ضينا يوم من جيون الملاح ده في واحد بيجي عنده نظارات ذاك موضوعه براو ذاك ان شاء الله بنجيو في وقته كويس الملاح ده عندنا الموت دقسه قالوا الموت دقسه يعني لو عملت حسابك ما بتموت والله إيه؟ الموت ده حقيقة ما في ناقش فيها ودي الثالثة قال ثم يميتكم ثم يحييكم ودي خالفوا فيها المشركون الأوائل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم العاص بن وائل جاب عظم للنبي صلى الله عليه وسلم فتاه كده في يده قال أنى يحيي الله هذا بعد هذا بعد ما بقى تراب قال لي تتا يا ربنا بيحيي كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال له يحييه ويميتك ويدخلك النار شد حيلك ربنا قال وضرب لنا مثلا ونسي شنو خلقه من الأول الله خلقه كيف ها ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم شوف الإجابة كيف قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الليلة لما تجيب لك عربية يابانية كويس وتقول العربية دي عملت حادث واتطفقت تاني مقت تصلح نقول لك الياباني الصنعة بصلحها ولا بصلحها بصلحها تاني لكن هو صنعة من الأول عشان كده انت البني آدم ده كان قلت الله يرجعني كيف بعد ما بقيت عظم نقول لك جابك من ما فيه برجعك تاني شوف البعدية للاستدلال القوي قال الذي جعل لكم من الشجر ياتو الأخضر لاحظ الأخضر أخضر معناه لين صح؟ فيه موية جعل منه شنو؟ نارا النار ضد الموية ولا ما ضدها؟ بتلاقي الاثنين سوا؟ إن كبيت الموية فوق النار اللي بيحصل شنو؟ بتطفية صح؟ قال لك الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بيقدر يرجعك ولا ما بيقدر يرجعك؟ بيقدر أوليس الذي خلق السماوات والأرض سماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم كويس الأشياء الأربعة دي يا أخواننا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم بعدها قال شنو هل سؤال وده استفهام اسمه استنكاري مشبع بالتحدي فيه تحدي قوي جدا قال هل من شركائكم أحسب انت في راسك خلي اللي بقوله أنا ما أقدر أقول لك أحسب براك فلان وفلان وأبويا الشيخ ذاك وأبويا الشيخ كلنا أحسبهم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من الحياة الأربعة دي من شيء يقدر واحد يعمل حاجة قل أرأيتم شركائكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين يقدر يسوي حاجة ربنا قال لك في سورة لقمان هذا خلق الله
بعد ما قال الله الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من كل زوج بهيج. هذا خلق الله. أها فأروني ماذا خلق الذين من دوني. فجمع ذلك سووا شنو؟ إذا عرفنا السماء سوى الله والأرض والمطر والخير ديلك سووا شنو؟ ما سووا أي حاجة. عشان كده بعديها طوالي ربنا قال سبحانه وتعالى، ده تنزيه، سبحانه وتعالى عما يشركون. أنت ما دام أقريت إنه اللي بيخلق والبيرزق والبيحي والبميت ربنا، ما تسوي شريك مع الله. هذا من معاني الآية، ما تسوي لله شريك في ملكه. وحد ربك يا اخواننا. والله الجنة دي والله بسيطة وسهلة، والله سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. توحيد بس يا أخي. أنت مستفيد شنو من أبوك الشيخ ده؟ أنا داري أعرف كذا. خلينا قول ما في وجنة ذاته، أنت مستفيد منه شنو في الدنيا دي؟ ده والله برا ياكل حقك، ما بتستفيد منه حاجة، بياكل قروشك بس. والله ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. طرف كده، في الطرف. في ناس ذات الدين ده بيجربوا تجربة، زي ما في تفسير الآية ذاته. واحد يشوفكم شغالين زي ده يقول لك كذا نجح على الجماعة دين. شوف شغلتهم كيف. أول ما يجي يشوف الزراعة بتاعته، القطن نجح ولا جاته دودة؟ الفول نجح، البطيخ جاته مطر خرب، العيش بعد ما خلاص لبن جاته مطر بعسل كله بخرب. كويس. اول ما العيش عسل وخرب يقول لك هوي شغلاتكم دي ما نجحت، نرجع لها ابواتنا. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير يطمئن بيطوحط لجوه، تلقى قاعد في الطرف اول ما اموره تمشي بيطوحط لجوه بخش. فان اصابه خير اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا. شوف 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 ربنا قال لك كيف بخسرنا الاثنين، خسر الدنيا والاخره. ربنا قال ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. شوف الاخيره قال يدعو لمن ضره اقرب من نفع، لبئس المولى ولبئس العشير. ضره ياتو في الدنيا والحي بياكل قروشك. ابوك الشيخ بيدفع عليك ولا بتدفع عليه؟ وبس سؤال. اي فكي بيدفع عليك ولا بتدفع عليه؟ انت اللي بتدفع. دي واحده راحت، قروشك اكلها. بعدين يوم القيامه حيقوم يتبرع منك. استبرع الذين تبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرع منهم كما تبرعوا منا. يجيب قدامه يقول لا ده ما بعرفه ولا بعرفه. من كرك حطب ولا لا يعني يا اخي ما كنت بشيل منك الورد، لا عندي ورد ذاته ولا شيء. بحلفوا بالله انه ما في ذا. والله ربنا ما كنا مشركين يا الله، نحن ذاته ما كنا مشركين ذاته كله. في داعي لجن الذا؟ في داعي له؟ ما في داعي له. تخسر الدنيا والاخره. وكان عشت واحد بتعيش عزيز في الدنيا والاخره، جابك مليان قروش. الفقير كان عنده طماطم بتشتري منه، ما عنده طماطم بتفوت. ده حقك تشتري زيك وزي الرجال، ها؟ وتتونس زيك وزي الرجال، وتعيش معاه راجل لراجل. في حاجه ثاني؟ الموحد عزيز وراسه فوق مرفوع، بتجي ماشي في الشارع اللي بتلقاه بيسلم عليك هذي، لا بيشيل طاقتك كويس؟ ولا بتبروك له ولا بتمدغ لك ورعينه. ما في اي حاجه. راجل لراجل. بيننا وبينك احترام المسلم، ما في اكثر من كده. انتهى الموضوع. ناس بتدهنسوا كويس؟ يا اخي انا والله مره واحد مدير بتاع بنك، ده مش درجه عاليه في الدنيا دي، جاي يجاري بالدردق له يا شيخ لفكي بالواطه. ابويا الشيخ ور بالواطه. يا ناس في داعي لداس؟ عشان شنو يعني؟ عشان كده الموحد ربحان دنيا واخره، والمشرك خسران دنيا واخره. في الدنيا دي عبد ذليل وحقير وبدوسوك، تلقى الفقير قاعد كده وراخي يده كده ما بسلم عليك.
هسا نحن بنقول نقف على حيلنا ونسلم عليه وتفضل على البيت والشاي والقهوه والشنو، وبعد يقول لك وهابي مسخوط وداك ولا بقيف لي على حيله، لا قهوه لا شاي لا، تلقى قاعد عامل له كذي كذي، انت تجي تبوسين وتزح ولا بيرفع عليك كذي كذي راخيه لا تحيد، تجي تبوس وتزح ومعامل لصد نعلات، في داعي له ده اخواننا؟ ده كله ما في داعي له. ها؟ الاذان جاء؟ انا زاد كلام انتهى، جزاكم الله خير، كان في شيء بعد الاذان المشايخ ده يدونا.